قناه ام ريم. اليوم ان شاء الله تحضروا معايا بجوج ليمونات، غادي نخرج كميه كبيره ديال العصير، ورائع بزاف 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 واقتصادي، يعني ما كنحتاجوش ليمون بزاف، جوج. هنا جوج ليمونات دخلتهم مجمد، يعني حتى ولاو قاصحين مزيان، خاصو يكونوا يعني مجمدين مزيان مزيان مزيان، يعني بحال ديروهم في الليل وحتى الغد ليه عاد باش ديروا ان شاء الله هذا العصير. غادي ندوز للطريقه، نوريكم الطريقه ان شاء الله. اول حاجه كنقيو وكنحيدوا ليه غير هاد الوراق ديالو، ومن بعد كنقسمو على أربعة باش كيسهل ملي كنبغيو نديروه في الطحانه او المولينيكس. تبارك الله فيه الماء، يعني هاد الشكل هذا ديروا ديال العصير، ما ديروش ديال الماكله، ديال العصير تيكون فيه ما بزاف اكثر من ديال الليمون ديال الماكله. وهنا هاد العظم هذا ضروري تحيدوه، لانه كيعطي المروره، الا درتوه غادي يجيكم مار. نقيوه مزيان من العظم، هنا بعد ما نقيته كامل غادي نديرو بالقشور ديالو، كنحيد ليه غير العظم. هنا عندي المولينكس فيها الصفايه، نتوما الا ما عندكمش فيها الصفايه غادي تطحنوه عادي، ومن بعد غادي دوزوه في الصفايه اولا الغربال الرقيق، مهم اي حاجه تصفيه مزيان باش ما يبقاش فيه هذاك التخس ديالو، لان غادي يبقى هذوك القشور داكشي غادي بحال غادي ما غاديش يعطي داك الطعم زوين، لان خاصنا حنا هذاك العصير يجي صافي بحال كيف ما كنشربوه في برا في المحلات. دابا غادي نطحنو وما غاديش ندير نهائيا السكر، لان بغيتو يكون طبيعي وفي نفس الوقت يكون صحي، لان السكر ما تيخليش العصير صحي بصفه عامه. انا هنا غنديرو يعني صحي، غنديرو بلا سكر. انا خديت غير تقريبا ليمونه، وهنا خليت ليمونه تقريبا، وغادي ندير معاها الماء، كاس كبير ديال الماء عامر. وغادي نطحن، من بعد ما نطحن غنوريكم الشكل ديالو ان شاء الله النهائي. وهذا الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا، كيخرج واحد الكميه كثيره بزاف. وانا غادي نعطيكم بالضبط اني درت في كل ليمونه تقريبا درت ايترو، لان فاش درت كاس كبير ما جاني بحال مركز، زدت الماء، يعني تقريبا ايترو غادي ديرو في كل ليمونه. وكما كتشوفوا اللون ديالو كيجي كيشهي وكيخرج واحد الكميه كثيره كثيره بزاف، يعني عائليه. كنتمناه تجربوا وينال اعجابكم، وما تنساوش دعموني بلايك وابوني باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه، والسلام.